احنا النهارده سعداء بانضمامنا للتحالف المصري الافريقي للصحه. التحالف طبعا له اهداف جليله واهداف عظيمه، هو ان الخدمه والقاره يعني الصحه في مصر والخدمات الصحيه ننتقل بها الى دول قاره افريقيا. واحنا كجمعيات اهليه عندنا عدد من الجمعيات والسيادات الاهليه التي لها خبره قويه جدا في مجال الخدمات الصحيه، فسنسعد سعاده كبيره عندما نذهب الى قاره افريقيا في صوره قوافل علاجيه، في صوره خدمات، في صوره توعيه، سواء صحه عامه او صحه وقائيه او صحه انجابيه. وايضا نستقبل الاخوه الافارقه في الاسرح الطبيه الموجوده لدى الجمعيات والسيادات الاهليه. احنا سعداء بانضمامنا للتحالف المصري الافريقي للصحه، وان شاء الله ده توقيع البروتوكول النهارده هيكون له اثر كبير في دعم العلاقه بين مصر وبين قارتها ودول افريقيا.